السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كنت قد تحدثت في فيديو سابق على عجالة عن شخص يثني على جماعة الدعوة والتبليغ، وذكرت أن هذه الجماعة منحرفة، عندهم شركيات وعندهم ضلالات، ولاحظت في التعليقات جهل بعض الناس في حقيقة هذه الجماعة. وهذا الفيديو فيديو تفصيلي وبأدلة من أفعالهم وأقوالهم على انحراف هذه الجماعة، وأن هذه الجماعة ليست على منهج الكتاب والسنة، فرقة من الفرق المبتدعة المخالفة لمنهج الكتاب والسنة بشيء من التفصيل. فأرجو أن تبقى معي إلى نهاية هذا الفيديو، بارك الله فيك. نسمع أقوالهم أولا ثم نرجع إلى خبرهم. الله سبحانه وتعالى هو الفعال الحقيقي في هذا الكون. الله خالق، الله رازق، الله مالك، الله معز، الله مذل، الله محيي، الله مميت. الفعال الحقيقي في هذا الكون هو الله. الله يفعل وغير الله لا يفعل. الله يفعل وغير الله لا يفعل، هذا هو كلام جماعة الدعوة والتبليغ، هذا كلام الجبرية، هذا الضلال غيظ من فيض، وإلا ضلالاتهم أكثر. هذا الذي يقوله هذا الرجل بأن الله هو الفعال لكل شيء كلام الجبرية، وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة 28 بعد 100 الأولى من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تسميتهم بالجبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبر على أفعاله ولا اختيار له، وأن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى، وأن الله سبحانه أجبر العبادة على الإيمان أو الكفر. وهذا الكلام هو نقيض كلام القدرية، والجبر هو إجبار الناس وإرغامهم على فعل شيء من غير إرادة أو مشيئة لهم. ويرى الجبرية أن الناس لا اختيار لهم في أفعالهم ولا قدرة لهم على أن يغيروا مما هم فيه شيئا، وإنما الأفعال لله سبحانه، فهو الذي يفعل بهم ما يفعله ويجعل هذا مطلقا في جميع أفعالهم. فإذا آمن العبد أو كفر فإن الإيمان أو الكفر الذي وقع منه والطاعة أو المعصية ليست فعله إلا على سبيل المجاز، وإنما الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه، لأن العبد لا يستطيع أن يغير شيئا من ذلك. هذا كلام الجبرية الذي يقوله جماعة الدعوة والتبليغ، ويقولون أي الجبرية إن العبد مسير لا خيار له أبدا، فهو كالريشة في مهب الريح. وعلى هذا فإنه يكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بالله تعالى بقلبه فقط مهما فعل من الكفر والمعاصي حتى الشرك. تعالى الله عما يقولون، فمن أشرك بالله عندهم ما دام عارفا بالله فهو مؤمن. فهؤلاء هم الجبرية الغلاة، لأنهم يرون أنه ما دام الفعل كله لله تعالى فلا حساب على العبد إلا بما يتعلق بالمعرفة في القلب. فمن عرف الله سبحانه نجا، ومن أنكر الله هلك. ومذهب الجبرية من أخبث المذاهب وأبطلها، لأنه يجعل الله سبحانه وتعالى ظالما لعباده. تعالى الله عما يقول غلاة الجبرية علوا كبيرا. هذه عقيدة جماعة الدعوة والتبليغ غير الصوفية والشركية والقبورية، وسوف نبين شركياتهم وقبورياتهم الآن. مؤسس هذه الجماعة اسمه محمد إلياس الدهلوي الديوبندي، والدهلوي نسبة إلى دلهي عاصمة الهند المعروفة بدلهي، والديوبندي نسبة إلى مدرسة دار العلوم بديوبند، وهي مدرسة تتبنى العقيدة الماتوريدية التي تعرف الإيمان بأنه اعتقاد القلب، وتنكر زيادة الإيمان ونقصانه، وتنفي علو الله على عرشه، كما تتبنى التعصب للمذهب الحنفي
يعني الاستمساك بالمذهب ولو خالف أدلة الكتاب والسنة. ويزعمون هذه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس جماعتهم، وبحضور الشيخ محمد قاسم النانوتوي، وذلك عام 1283. سبحانك، هذا بهتان عظيم. محمد إلياس مؤسس الجماعة بايع الشيخ رشيد أحمد الكنهوني ثم الشيخ أحمد السهارنفوري، وحصلت له الخلافة. ولما توفي رشيد أحمد الكنكوهي صار حاله عجيبا، وكثرت عنده المراقبة والذكر والسلوك كما يزعمون، وكان يجلس في خلوة عند قبر السيد نور محمد البدايوني، وهذا لا شك من فعل القبورين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نأتي إلى منهج وطريقة هذه الجماعة، بدءا بالتصوف عند محمد إلياس نفسه مؤسس الجماعة. هذا محمد إلياس على طريقة جشتي، والجشتية هي طريقة صوفية هندية تنسب إلى خواجة معين الدين الجشتي. وقد بايع محمد إلياس مؤسس الجماعة الشيخ رشيد الكنكوهي، وهو القائل الكنكوهي: وأحلف بالله أنا لست بشيء إلا أن الهداية والنجاة في هذا الزمان تتوقف على أتباعي. ومن الشركيات الرائجة عند التبليغيين التمائم والحروز والأحجبة التي تشتمل على طلاسم وأسماء غريبة ومربعات وأرقام ورموز مبهمة، لا تخلو من الالتجاء لغير الله عز وجل والاستعانة بغير الله تعالى. طبعا هذا في بلاد العجم، أما عند العرب لا، الأمر يختلف تماما. فهؤلاء عندهم برنامجين، برنامج للعرب وبرنامج للعجم، لابد أن تعرف هذا الأمر. فما يأتيني أحد يقول ما وجدت شيء، أنا مشيت معهم وما عندهم شركيات من البلاد العربية، لا لا، عندهم شركيات. ومن تصوفهم أيضا أنهم يمارسون الأوراد الصوفية، فمثلا يرددون لا إله إلا الله 200 مرة في الليل مع تحريك الرأس من اليمين إلى الأعلى، ثم خفضها حتى تقع في القلب، الله الله 600 مرة يوميا في أي وقت. والذي يقرأ كتابهم الذي هو عمدتهم كتاب تبليغ نصاب، ويعني بالعربية منهاج التبليغيين لمحمد زكريا الكاندهلوي، فهذا الكتاب مليء بالبدع والشركيات والمخالفات العقائدية الصارخة كوحدة الوجود، وأن النبي والأولياء يحيون حياة دنيوية لا برزخية، وأن النبي الكريم يتحدث من داخل القبر مع شيوخ جماعة التبليغ وشيوخ الصوفية، وكقولهم على ربنا تبارك وتعالى عما قالوا علوا كبيرا أنه لطم أحدهم على قفاه بسبب أنه نظر لامرأة في البيت الحرام، وكقول أحدهم أنه تمنى أن يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم فألقى بيتين من الشعر عند القبر الشريف، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر للرجل حتى يقبلها. هذا ليس كذب عليهم، موجود في كتبهم كل هذه النقولات، هذه الخرافات مذكورة. نعم، فقط هذه خرافاتهم، لا، هم يقولون بوحدة الوجود. ومما كتبه رشيد أحمد الكنكوهي قال: أنا عذاب وما أنا بشيء، ليس هناك إلا ظلك ووجودك، وما أنا بشيء، إنما أنا أنت، وأنا وأنت شرك في شرك. هذا في كتابهم تبليغي نصاب. هذا هو ضلالهم فقط؟ لا، محمد إلياس ادعى النبوة للأعاجم دون العرب، فقال: انكشفت على هذه الطريقة للتبليغ وألقي في روحي في المنام تفسير الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنك أخرجت للناس مثل الأنبياء. وفي التعبير عن هذا المعنى بأخرجت إشارة إلى أن العمل لا يكون في واحد، بل يحتاج فيه رحلات في أنحاء البلاد كلها. وقال محمد إلياس مؤسس الجماعة: إني أمرت في أثناء إقامتي في المدينة بعد الحج في شهر شوال من عام 1344 بالقيام بالتبليغ، وقيل نستخدمك. فقضيت أياما في قلق واضطراب، كيف يقوم مثلي الضعيف بهذا العمل؟ فقصصت هذه القصة لعارف
فقال: لماذا أنت في هذا القلق والاضطراب؟ فما قيل لك أن تقوم بالعمل، وإنما قيل نستخدمك، فمن يريد أن يستخدمك فليستخدمك. وقال محمد إلياس: إني كنت إذا أذكر أحس ثقلا، فلما قلت للشيخ الكنكوهي ترعد وقال: إن هذا فيضان النبوة على قلبك، وهذا هو الثقل الذي كان يحسه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي. فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء. وقال محمد إلياس: أخرجت إلى الأعاجم دون العرب، لأنه قيل فيهم: لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل. وقال محمد إلياس في خطاب أرسله إلى أعضاء جماعته: إذا لم يرد الله أن يقوم أحد بعمل فلا يمكن حتى للأنبياء أن يبذلوا جهودهم فيقوموا بشيء، وإذا أراد الله شيئا يقوم أمثالهم الضعفاء بالعمل الذي لم يستطعه الأنبياء. هذا كلام محمد إلياس، كلامه يشتمل على طوام عظام مما ألقاه الشيطان إليه من طرف المكاشفة التي زعمها، وهي من دعوة علم الغيب. وعندهم هؤلاء الصوفيين التبليغيين من الكرامات كثيرة، وهي في الحقيقة وحي الشيطان وتلاعب الشيطان به. وكذلك ما زعمه إلياس أنه ألقي في روعه في المنام من التفسير الذي هو غاية في التخبيط والقول في القرآن بغير علم، فهو أيضا من تلاعب الشيطان به في المنام، فقد تلاعب به في اليقظة والمنام، وخصه وأغواه بنشر بدع التبليغ حتى فشت وانتشرت في الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية، في أمريكا، في أوروبا، في دول الإسكندنافية. يا كثرة وجودهم، يذهبون إلى المساكين، عوام، أعاجم، مسلمين جدد، وهذا مما يحبه الشيطان ويزينه لأوليائه ويحثهم عليه. طوام كثير موجودة في كلام محمد إلياس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقول هذا في جماعة التبليغ، في نشر الدعوة والخروج في سبيل الله، هكذا يفسر هذه الآية، وهذا افتراء والله على الله سبحانه وتعالى وإلحاد في آياته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أخرجوا 3 أيام، 10 أيام، شهر، شهور، هذا يلوح بالنبوة، لكنه يتستر بدعوة التبليغ. وتلويحه واضح في 4 مواضع من كلامه. الموضع الأول أنه أخرج للناس مثل الأنبياء، وهذا معناته إيش؟ دعوة صريحة للمساواة بالأنبياء، يساوي نفسه بالأنبياء، ومن زعم أنه مثل الأنبياء فقد ادعى النبوة شاء أم أبى. أيضا في الموضع الثاني أنه أخرج إلى العاجم دون العرب، لأنه قيل فيهم: لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بوكيل. والموضع الثالث قال: إني أمرت بالقيام بالتبليغ، وقيل نستخدمك. والموضع الرابع أيضا في شكواه إلى الكنكوهي اللي مر الكلام، أنه كان يحس بثقل عند الذكر، فأخبره الكنكوهي أن هذا من فيضان النبوة على قلبك، وإذا هذا هو الثقل الذي كان يحسه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي، فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء. وهذا الجواب من الكنكوهي لمحمد إلياس صريح في دعواه النبوة له، وإلا إيش يقصد به فيستخدمك الله بعمل كان يفعله الأنبياء؟ عمل نبي. هذا هو محمد إلياس، يا من خدعتم به، فبمجرد تلاعب الشيطان به في المنام وفي اليقظة جعل منهاجا لأتباعه يشتمل على 6 أصول أو صفات 6. ما هي الصفات؟ تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الثانية الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الكلمة الثالثة العلم مع الذكر. الرابعة إكرام المسلم. الخامسة تصحيح النية. السادسة الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. عندهم أركان أو قواعد أو أسس، هذه هي يطبقونها في حياتهم ويمشون عليها، وهم بذلك قد خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك وحي
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع للعباد وينظم لهم حياتهم ويرتب لهم أعمالهم، إلا أنه يكون الشيطان هو الذي يوحي إلى أوليائه بهذا الزور من القول الباطل من الرأي، وهذا الذي حصل لهؤلاء الجماعة. لا نكذب عليهم ولا نفتري عليهم كما يزعم ممن ينتقد ويقول ما رأينا منهم شركا ولا قبورا. نعم ما ترى، لكن اذهب إلى بلادهم العجم الذي يجتمعون فيه. هذه الأصول الستة هي المحور الأساسي الذي تدور دعوة التبليغ حوله، وحوله يدندنون دائما في خطاباتهم في جميع أنحاء العالم. وكل تبليغي انتظم في الجماعة لابد أن يعرفها ويتذكرها ويتمرن على الخطابة بها ويدعو الناس إلى العمل بها. لهذا فإن الأصل السادس الخروج هو أكثر شهرة وإثارة عند الجماعة، وهم ماكرون، عندهم طرق أو خطط للاستدراج بكل من وقع في فخها في حلقة المسجد، بالترغيب في الخروج والترهيب من الدنيا وملذاتها، بدءا بالجولة المقامية في حي سكنه، ثم بجولة انتقالية في حي آخر ليبعدوه قليلا عن بيته، ثم الخروج 3 أيام داخل البلدة أو خارجها، والهدف من ذلك إبعاده عن أهله وإشغاله. فمن شعاراتهم، شعارات التبليغيين، أن الوظيفة والتجارة والدكاكين والأقارب من الوالدين والزوجة والأولاد أصنام، لأنهما تلهي الإنسان عن ربه إلا إذا خرج في سبيل الله للتبليغ. إذا خرج للتبليغ لا، ممكن تعمل تجارة، دكان، عمل، زواج، غير هذا أصنام. وهكذا جعلوا المباحات أصناما وإشراكا بالله، شركا أكبر. وبهذا الفهم السيء قالوا لا يكمل إيمان أحدكم ولو كان عالما حتى يخرج في سبيل الله. ومحمد إلياس عندما أجاز ابنه يوسف قال وأنا أجيزها نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول خليل السهارنفوري وهو من مشايخهم الكبار في كتابه المهند على المفند صفحة 29، أنا بحمد الله ومشايخنا وجميع طائفتنا مقلدون للإمام أبي حنيفة في الفروع، ومتبعون لأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي في العقيدة، منتسبون إلى الطرق الأربعة الصوفية العلية. هذا في كتابه، هذا الكتاب من كتب أهل البدع، مؤلف هذا الكتاب ديوبندي، بيّن من البداية بأنه ماتوريدي الاعتقاد نقشبندي الطريقة، وكتابه فيه من البلايا وما فيه ومخالفة لعقيدة أهل السنة في مسائل كثيرة. بل يقولون عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهم الوهابية من الخوارج، ويقولون عن الوهابية استباحوا قتل أهل السنة واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم. هذا في نفس الكتاب، وهذا الكتاب قرضه 65 من كبار شيوخهم القبوريين. ومما قاله محمد أنور الكشميري في كتابه فيض الباري وهو من جماعة التبليغ، أما محمد بن عبد الوهاب النجدي فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم، فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر. يقول محمد يوسف الكندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور بين مريدي حسب قوة الارتباط والتعلق به. وكذلك كنا نجلس أيضا على قبر الشيخ عبد الرحيم رايفوري في هيئة المراقبة، وقد كان محمد يوسف يجلس مراقبا عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدة ساعات خلال قيامه في المدينة. ويقول محمد يوسف الكندهلوي لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرع في الدعوة إلى الله في الدول المجاورة رغب الناس في الخروج 3 أيام، ثم قال لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى الدول واعملوا على ضوء ما عملتم هاهنا. هذا كله في كتاب جماعة التبليغ لسيد طالب. يقول محمد زكريا صاحب كتاب تبليغ نصاب موصيا صاحب له أن يبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ملجأ لهذه النجس يقصد نفسه إلا رأفة نظرتك. هذا من الشرك الأكبر، لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لك ضرا
ولا رشدا. كان محمد زكريا الكندهلوي ينقل عن الشعراني كلاما في وحدة الوجود ويقره عليه، ويقول بأن الله في كل مكان، ويقول بأن القرآن مخلوق. فانتبه يا عبد الله، وانتبه يا أمة الله، فلا تكونوا مفاتيح للشر ومغاليق للخير، تأمرون الناس بالبدع والضلال والخرافات والشرك والزندقة. فدين الله واضح وبين، ومنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم واضح وبين، وحذاري أن تقعوا في شراكين، فهؤلاء ليسوا على منهاج النبوة. ثبتنا الله وإياكم على الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.